حاطني بجهاز وفر وقال انت فيك زايده ولازم عمليه باسرع وقت. اول ما قال لي كذا ويغمى علي من الخوف والله، ويقوموني خلاص مو عمليه اقتل قوم. والله صدق انغم علي قسم بالله من الخوف، وقل الدكتور يا اخي حاول مره ثانيه يمكن اي والله خاف من العمليات. المهم عاد قال خلاص اعلى وش؟ اعلى وش؟ اعلى اعلى يعني اخلع. ايوه عشان يلبسوني ملابس العمليه. اه اعلى لبسوني ملابس العمليه واطيح. اغمى عليك مره ثانيه؟ لا ما اغمى علي بس طحت. اسلم. قام وياخذني عند غرفه العمليات. من الطيحات قدام بوكيته. ايوه ويدخلوني غرفه العمليات. اول ما دخلت غرفه العمليات وجت الدكتوره قلت لي كون انت تسوي العمليه؟ قالت لا انا اخدرك. اعطتني ذاك. تسويها بدون تخدير؟ ايه سلام. لا لا انا قلت لهم خدروني من الغرفه عشان اروح مغمى علي احسن ما اروح اصدم بالهواء. المهم دخلت ولا واحد يصيح تو طالع من العمليه. قلت لا تكفى خله بكره. قال ما ينفعش. يقول سبحان الله سوري. يقول ما ينفعش ما ادري ايش قال. المهم الدكتور حق التنويم. المهم انت ليش تزبد واجد تراك الدكتور فاهم. المهم اسمع اسلم شرى مو عليك شرى اللي جالس هنا. اقول انت سكسوكات ذيلك انها لبى قلبك والله. حضرتك حالاتي في سكسوكتي. اسلم لا تدخل بين اخويا. المهم لا بس شوف عصب شوف هذا اللي هذا اللي يقولون اناني مساعد طلع من صلب الماء. المهم السالفه تكلم جد انت تتكلم جد. إيه؟ تكلم جد بس وليش التنكت وتتمخر؟ طيب تكلم عشان تبدا دكتور التخدير السالفه. دكتور التخدير يعطيني ذاك الخضار خضار. المهم خضار ولا حايط وخدرني والله ما وقيت الا انا على فراشي. صبوك والله شكله بدخل كذا. المهم يقول والله لو متاخر دقيقه منفجره زايده. قول والله. المهم وش اضراره اذا في انا شو اسمه والله يوم طلعت ولا الالم الم قوي. تعرف شنو الم قوي؟ خلي ايش فيك هذا حصان طاح. المهم الم قوي ولا جنبي شايب والله. سووا له عمليه زايده وطلعت عنده مراره وطلعت عنده مدري شلون. يوم سووا له شوف خلال 3 ايام هو صهلع 10 ايام موجود 10 يوم سووا له عمليه زايده والزايده منفجره ببطنه ابوك الولد. اي والله كسر خاطري. انا تعبان عندي زايده والله اني اقوم اساعده واسوي عرفت. ودقيت على ولدي قلت اخوي ابوك تعبان لازم تجي عرفت. وجاء ولده جلس معه سووا له 3 عمليات خلال 3 ايام والله. في عمليه ما ادري وش ما اقدر اتحرك منها هنا بمعدته. افتاق يمكن مراره. افتاق ايوه افتاق وزايده مفتاح ولا فنشن. لا والله صدق المره ذات اعوذ بالله منك والله صدق 3 ايام والله الشايب هذا. انا يوم طلعت قلت الحمد لله على نعمه العافيه. وكنت تساعده. انا حمار شلون انا الله انا خصم شو اسمه قال لي عمليه زايده نغم علي. يوم جالس من النوم والرجال مسوي 3 عمليات وعادي بس ما يقدر يتحرك والحمد لله على كل حال. الحمد لله على نعمه العافيه والله طلعت انسان ما شاء الله. احس اصلا انا يوم نغم علي قاعد اقول نفسي ليش نغم علي يعني في ذمت؟ ايه خاطرك تقوم تسطر الدكتور. والله دقيت على اخوي الكبير قلت يقول له سوي عمليه سوي وانا اسوي. قال انا دكتور اخوي سوي اخوي. قال لك الدكتور سوي. قلت له قال كم يوم صار لك؟ تقريبا 15 يوم من المستشفى للمستشفى. قال زايده. قلت له زايده. والله الربع والله الربع نعمه الامن والامان والصحه والعافيه انها من اعظم النعم اللي رزقنا الله فيها. والله بقولك شيء راشد بقولك شيء والله العظيم. اسلم يا ابو. لا لا اسلم عادي اسلم. يقول لك اقطع سالفة الرجال ولا انك تصب له قهوة. نعم لا تصب الراشد قهوة افهم عادل. لا تدقق وايد. ايش قلت؟ لو سمحت لو سمحت قص ولا اسمع نفس. يلعن ابو جده اللي يقول المرجله ما يسمى ابوك. قصيده من قوله من قبل ما لنا الذنب فيها. لا اله الا الله. لو سمحت اظهر لهم خل الذي زرع سناوي. وليش تقول لي ذي القصيده عشان اضوي لي؟ شافك ادري ان الماء على زرعه غبينه. اي سنالي حاجة تنعد من ضمن الرجاوي لا طري للسفر طار السفر ديني ودينه. يا سلام. هذا البرنامج برعايه